اياك صح؟ وش فيك زعلتي ذاك اليوم؟ ما علي، يلا خلاص عدت، نسيت نسيت نسيت، انا قلبي طيب انسى. يلا ارسلي تحدي انا وياك يا عزوز. يلا كم عشر خمس كيفك؟ يلا بس يعني وش اللي زعل في الموضوع يا هبة؟ عادي ما علي ما علي، يمكن الحركة، لأنه بتعرف ليش يا عزوز كل شيء عم يروح على اليوتيوب، بس فلازم يكون انا شوي سويتها، موضوع. انا انت سويت، سويت الحركة، انا سويت زي كذا من حسن نية يا هبة عادي. بس انت حسن نيتك، بس العالم تفكرها استهزاء. وتعال فهم العالم، من يفهمهم؟ لا يلا شوف انا عفوي من يا هبة، يفهمهم. يعني انت يا هبة مو بتسوين زي كذا دايم؟ انا اشوف مقاطعك تسوين كذا صح؟ انا تابعك ترى من زمان ادري يا هبة. بالسبحة، بس يا عزوز الطريق، يمكن لاني فتحت بسرعة وطريقتك. العالم ما بتفهم هيك، العالم بس بدها تستهزئ، انت ما بتفهم هيك. عادي استهزئ من باب الضحك وناس، يعني ما في موضوع مو شخصي يعني. مو مشد الهمة، احتزمت فيكم تراني، احتزمت فيكم. طيب بنسولف يا هبة، بهبة هبوبة هبوبة يا منى شداد، تعالي بنسولف. هذا تحدي مو مزح، جدي يا الربع. ايه شد يا الهمة، فارس عرب، بنسولف بنسولف. ايش فيك يا اجلدوه اجلدوه. دقيقة خلنا نسوي لك إضافة يا هبة، لأن عشان نلعب معاك دايم تنورين يا هبة. يلا اوكي ان شاء الله. سويت لك إضافة شلون؟ عشان شد الهمة يا ربع، عشان أرسلك دعوة بدون الأي دي، لأن الأي دي حقك خريطة يا هبة. مرة يعني لأني طولت. مميز. وش معنى الأي دي أقول حقك؟ لك الأي دي حقي وش هو؟ وش أقول هو؟ لك الأي دي حقي وش هو؟ وش هو الأي دي؟ اكتب هبة مسعود بالعربي يطلع لك بسرعة بسرعة. طيب هبة تقدرين تتكلمين عن نفسك، يعني عارفين عن نفسك، وشو هبة مسعود؟ يعني اللي ما يعرفك كيف تعرفين عنك؟ اللي ما بيعرفني منه معك الفنانة هبة مسعود. شو بدي له غير هيك؟ فنانة في ايش يعني؟ فنانة في ال بدي له لي فنانة بشو؟ فنانة رسم، فنانة تغني، فنانة بشي؟ لو فنانة، أنا مغنية، شو بدي له؟ مطربة، فنانة، كيف أعرف عن نفسي؟ جميل بعدين جميل. بالله عليك، في حدا بالسعودية ما يعرف مين هبة مسعود؟ حتى لو رعال صار يعرفون هبة مسعود. ايش ممكن فيك؟ في اشخاص ما يعرفونك يا هبة، واللي ما والله عاد يعرفك، اللي ما بيعرفوني اللي ما حدا يعرفك ما ما يثمنك يعرفوني، هبهوبة. بس مو بالسعودية، أماكن ثانية يا قلبي. ممكن اماكن ثانية يعني سعودية يا حبايب قلبي، حتى اللي صار يعرفوني. يمكن بالكويت ناس ما تعرفني، بالإمارات لا أكيد أغلب الناس تعرف إني عايشة هون، أماكن ثانية خلينا نشوف مصر ناس ما تعرفني. يا شباب تعرفون هبة مسعود ولا أول مرة تشوفونها؟ خلينا نشوف الكومنت. خليه يكتبوا أول مرة يشوفوني، عادي ما عندي مشكلة، عادي. حبايب قلبي أنا أعرفكم، أنا الفنانة هبة مسعود، حاليا مذيعة بالبيجو، فنانة مطربة يعني أغني، ولي كليبات بالتلفزيون وبس، وعندي بس تغنين ألبومات يا هبة، يعني ما في بس. مهارات ثانية يعني؟ لا والله ما عندي غير أنت إني شو عندك أغني. مهارات؟ أنت شو عندك مهارات عزوز؟ ما عندي مهارات أنا. أجل وش قاعد؟ قاعد كذا بالبيت ما شاء الله، كان لا يسمع، شغل ولا كان مشغل. يسمع الصوت عندك يا هبة. معاي محمد أخوي، ونفس الوقت هو العازم حقي. أوف أوف يعني ما شاء الله، يعني أنا أبو شنب، أبو شنب، عرفت كيف؟ أهلين أنا أبو شنب. شنب، هلا والله، حياك الله أبو شنب، هلا والله، هلا والله، هلا هلا والله، والله، والنعم فيك، والنعم فيك، والنعم فيك، هلا هلا والله، قلبي هلا والله، جنبي هلا الدار. والله حبيبي، هلا والله، تشرفنا فيك يا أبو شنب. حبيبي آخ يا طيب، من وين السعودية يا عزوز؟ ما قلت لي من المحتطبة يا هبة. وين هاي المحتطبة؟ أول مرة أسمع فيها. هذه شمال رقعي، يعني يقول بالرقعي، قريب الرقعي كذا. لا يعني الرقعي، تعرفين الرقعي وين؟ لا انت إيه أعرف كيشان، الرقعي، ما عليكم، غني عنها كثير. وين الرقعي طيب؟ السعودية بس أعرف. أنا أقول لك أي منطقة ماني عايشة، بس الشباب اللي يعني وين؟ في الشرق، في الشمال، في يحيون الجنوب، النسيم، في يحيون الغرب النعم. يعني؟ والله لا جيت السعودية أعلمك، بس أعرف المناطق لأنه الشباب دائما يحيوا عندي هاي المناطق بس. يعني يطلبون دائما، يقولون طلبات بعيوني اهل الرقعي ها؟ ايه بحيوا كل المناطق، حتى قمت اعرفها انا بدون ما اشوفها، عرفت شلون؟ اعطينا اعطينا اغنية اهداء للشباب الموجودين والشباب اللي يسمعونك. ما بدي اهداء الحين، اول شيء ما يمكن ما عرفوني، خليه يعرفوني دعوة، ليش شبه زعلانة؟ عرفهم زين. بدي اذبح خبيث، طلعت انت يا عزوز قسم أفا. بالله. جوي خبيث، جوي عزوز، ليش جوي خبيث يا هبة؟ على بالي
على بالي هذيك مرة سويت الحركة عنية، بس الحين من أسئلتك هذه عرفت أنك خبيث. إي والله. طيب يعني أنا كلامي صحيح يا هبة، يعني ليش أنت زعلانة من الصحيح؟ زعلانة لو أنك بأي منطقة ثانية أقول والله عادي، بس بالسعودية حرام عليك، لا يعني تظلمني حرام. حقيقة مؤلمة يا يا هبة. لا لا ما في شيء مؤلم أكثر من الشوفة، في شيء مؤلم عزوز. في شيء مؤلم، في شيء مؤلم يا هبة. عزوز عزوز عزوز. هلا حبيبي. ليش بيتكم مظلم؟ شو نسوي؟ ما عندنا بيتكم ليش؟ ما عندنا شو نسوي؟ سالت. يا ربي عفوك. خلها تاكل زقة يا شيخ، تستاهل. اكبر راس مالها. انا ادري يزعلون من الصراحة. يلا بس يلا. هي ذاك اليوم زعلت مني وصلت التحدي، فكرت فيها قالت يا ولد خلنا نتحدى مع عزوز في الترند، منها يعني نكسب اللي عندها وزي كذا. بس يوم جات ماش. قالت ما ينفع هذا، خل ندور. انا ابغى اشكل اشكال وسخه. والله انا انسان صريح، انا ما ابي اجامل احد ولا اكذب على احد. انت مطرب اقول لك مطرب، انت شيء ثاني اقول لك شيء ثاني. ليش يعني تكذب علينا تقول مطرب؟ المطرب خابرين، المطرب عارف، المطرب نعرف الشيء الثاني، كل شيء واضح. الله العظيم يكذبون علينا يا شيخ، لاقينا في لفة. خلا تاكل زقة ولا قامت عندي ولا قعدت. الله العظيم أنا أدري. وبعدين هذا